هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. حياكم الله مشاهدينا بكل خير. إلى كلام مسؤول، أنا نهى علي وسوف أترافق مع زميلتين رولا الطراوني وأيضا حفيظة البشاري في مسؤولية الكلام. ومسؤولية الكلام تأخذنا في هذه الحلقة إلى أحد المصارف القطرية الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سبعينيات القرن الماضي، والحديث هو حول بنك الدوحة، وهو ثالث أكبر المصارف التقليدية في قطر من حيث القيمة المالية والأصول. ولجأ البنك في السنوات الأخيرة إلى زيادات متكررة في رأس ماله، كما سجلت الحكومة تدخلات أيضا متكررة في السنوات الأخيرة وفي زيادة حصتها في البنك منذ العام 2009. ما هي التوقعات لهذا البنك في ظل الآفاق الاقتصادية المتعلقة بخطط الحكومة والمتأثرة حكما بتراجع أسعار الطاقة؟ اليوم لقاؤنا مع الدكتور رهفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. دائما تشرفنا على شاشة سي ام بي سي عربية. أهلا بك دكتور سيترمان، وستكون معك اليوم مسؤولية الكلام. أهلا بك. إذن ولنأخذ هذه البطاقة التعريفية حول الدكتور سيترمان إضافة إلى بعض التفاصيل حول بنك الدوحة. بنك الدوحة ثالث أكبر مؤسسة مالية تقليدية في قطر من حيث القيمة المالية والأصول. التأسيس كان في العام 1978، والمباشرة في تقديم الخدمات المصرفية محليا ودوليا كان في العام الذي تلاه. بنك الدوحة وأصول تزيد عن 82 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري 2015، وقروض ممنوحة بأكثر من 54 مليار ريال، وودائع بنحو 52 مليار ريال، وارتفاع في رأس المال إلى 2.6 مليار ريال بعد الاكتتاب على أسهم جديدة. فرص التحول إلى بنك إسلامي ما تزال قائمة عند أعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة، الذي استطاع المحافظة على معدلات نمو منضبطة في أرباحه خلال السنوات الأخيرة بين 1 و5% بالتوازي مع توسعاته الداخلية والخارجية في كل من طوكيو والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وتركيا ودبي وأبوظبي وأخيرا في الهند. بنك الدوحة وامتلاك لحصص غير مؤثرة في كل من شركة الخليج التكافلي ودلالة القابضة، فضلا عن بنك الاستثمار الدولي في البحرين وشركة المدينة في مسقط، بينما تتبع له بالكامل شركات بنك الدوحة للتأمين وديبنتك الإمارات، إضافة لبنك الدوحة للوساطة المالية بنسبة تزيد عن 44% من رأس المال. بنك الدوحة المدرجة أسهمه في بورصة قطر منذ العام 2002 يشكل نحو 13 مليار ريال من رأس مال السوق البالغة حاليا نحو 620 مليار ريال، بينما تزيد القيمة الدفترية لسهم البنك عن 36 ريال، ما يجعله برأي محللين من بين أكثر الأسهم جاذبية للاستثمار على المستويين الأساسي والفني، مع مكرر ربحي أقل من 10 مرات ومضاعف قيمة دفترية دون مرة ونصف. أنا
نعود لكم في كلام مسؤول ونعيد الترحيب طبعا بالدكتور هفانسي ترمان رئيس التنفيذي لبنك الدوحة. دكتور أحييك، السؤال هذه المرة وبالدرجة الأولى يتعلق بقرار مصرف قطر المركزي حيال البنوك القطرية بإلزامها برصد احتياطي للمخاطر الائتمانية خاصة بعد الأرباح بقيمة أو بنسبة 5.1%. كيف سيكون تأثير ذلك باعتقادك دكتور على بياناتكم المالية؟ طبعا نسبة احتياطي المخاطر طرحت منذ 2011 و2012، نحن نقدم 2.5% وليس 5.1%. الامتثال يبدأ منذ 2013 ونحن بدأنا قبل عام من ذلك، وحتى هذا التاريخ نحن نخصص 2.5% من سجل الائتمان كنسبة احتياطي مخاطر، وهذه نسبة اتبعناها بشكل متسق في حال حصول مخاطر بأن لا نتأثر. هذه عادة جيدة وهذا الأمر سيحسن الاستقرار المالي بشكل عام، وقطر لديها أساسات اقتصادية قوية والنظام المصرفي قوي وبنك الدوحة بنك قوي وفي استقرار مالي ولديه نسب أداء مالي جيدة كما ذكرتم في التقرير والسهم جيد. إذن هذه ممارسة حكيمة من أجل التعامل مع المخاطر الموجودة في النظام، لذلك نسب الاحتياطي المخاطر جيدة. نحن نقدم 2.5% وهذا يكفي من وجهة نظرنا. نعم سيد سترمان، نسبة أرباحكم خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام هي 1%. ما هي نسبة الإيرادات والأرباح الآتية من الفروع الخارجية للبنك وكذلك من الشركات الزميلة؟ الربح ارتفع 1% على الرغم من أننا رأينا أن في أسواق المال كان هناك حالة من الهبوط، هناك هبوط كبير في الدخل من القطاع الاستثماري، وهذا هو السبب الذي جعل نمو الأرباح في الحد الأدنى. في الخارج نحن لدينا 10% من أرباحنا تأتي من الأسواق الخارجية، بعيدا عن قطر نحن لدينا 17% من سجلاتنا في الخارج ولدينا أكثر من 10% من أرباحنا تأتي من الخارج من خارج قطر. لنعد أيضا فيما يتعلق بإصدارات أدوات الدين، كان لكم بعض الإصدارات في الفترة الماضية يعني بحدود قريبة من 2 مليار ريال، لماذا هذه الإصدارات دكتور سيترمان؟ هل هناك أزمة سيولة تعانون منها وما يمكن أن تستفيدوا منها في هذه الإصدارات؟ نحن أصدرنا أدوات دين رأس مالي بمبلغ 2 ملياري ريال قطري من الشق الأول لتحسين كفاية رأس المال، وهذا الأمر سيدعم النمو. هذا لا يعني أن لدينا مشكلة في السيولة. السبب الأساسي لزيادة الشق الأول من رأس المال هو من أجل دعم النمو كمؤسسة. نحن كمؤسسة ننمو، لدينا 31 فرعا ولدينا أجهزة صراف آلي في القطر وفي العالم، ولدينا فروع في دبي وأبوظبي والكويت، ولدينا 3 فروع في الهند. لدينا نموذج للنمو وفي العالم نحن أيضا حاضرون من خلال مكاتب في 15 بلدا. إذن لدعم هذا النمو ومن أجل دعم الزخم الاقتصادي في هذه الدول التي نعمل فيها، نحن بحاجة إلى رأس مال إضافي، لذلك أصدرنا رأس مال من الشق الأول، وهذا الأمر يساعدنا في المستقبل في تنمية أعمالنا وفي تعزيز رأس المال الأساسي أيضا. يعني لا تعتمدون بشكل كبير سيد أو دكتور سترمان على الإيرادات ولذلك تلجؤون إلى هذا الشكل من الإصدارات؟ يعني الإيرادات لا تغطي هذه التوسعات التي تقومون بها إضافة إلى المحافظة على المكانة المالية؟ نحن أمام مزيج من الاثنين، نحن بحاجة إلى خدمة المساهمين ونحن يجب أن نمتثل للجهات الناظمة. بازل 3 لديه معايير صارمة، نحن لدينا احتياطيات ونحن بحاجة إلى دراسة المخاطر المحلية ويجب أن يكون لدينا احتياطيات إلزامية. إذن هذه سياسات محافظة لكي نلتزم بها، نحن بحاجة إلى المزيد من رأس المال. إذا نظرنا إلى الوراء، بنك الدوحة هو البنك الوحيد الذي أخذ المال مرتين من المساهمين في السنوات 12 الماضية، بينما
البنوك الأخرى احتاجت إلى دعم في 2008 و2009 لاستعادة ثقة المستهلكين بنسبة 16% من رأس المال الذي تملكه الحكومة، وإلا فإن السهم الأفضل أداء في بورصة قطر من بين 43 سهما هو بنك الدوحة الذي يعمل على تعزيز رأس ماله. نعم، عود من جديد إلى بعض من العقبات التي تواجه معظم البنوك وهي تتعلق بالمخصصات حيال القروض المشكوك في تحصيلها. هل لديكم بيانات واضحة الآن عن حجم هذه القروض التي ربما تشكون أنها ستأتي في موعدها وسيتم سدادها في موعدها؟ ماذا بعد الاحتياط الإلزامي من البنك المركزي الذي سيأتي بشق آخر وهو من الأرباح وليس يعني من مجمل الإيرادات؟ Well, we have a clear لدينا سياسة مخصصات واضحة سواء امتثالا للبنك المركزي أو ضمن سياستنا الخاصة، ونحن حتى هذا التاريخ لدينا أفضل تغطية من المخصصات، نغطي أكثر من 120% من القروض المتعثرة، هي تبلغ 1.6 مليار ونحن نغطي ب 1.88 مليارا، إذن لدينا مخصصات أكبر من سجل القروض المتعثرة. وإذا نظرنا إلى القروض المتعثرة هي 2.9% من المحفظة الائتمانية الإجمالية وهي مضمونة بمخصصات، وكل عام نحن نقدم من الأرباح والأمر يتوقف ويعتمد على الحسابات الفنية بحسب التصنيفات الفرعية لهذه القروض وبحسب الأنظمة الخاصة بالمصرف المركزي، نحن نمتثل بها بالكامل، وهذا ما يصادق عليه المدققون والبنك المركزي قبل أن نعلن عن الأرباح على شكل توزيعات في النهاية. نعم الدكتور سترمان، لاحظنا مؤخرا كان هناك تقلب كبير في صرف وأسعار العملات العالمية، كيف يتم تأثير أو كان هناك تقلبات حادة، كيف يتم تأثير بالنسبة، كيف تتعاملون أو هل هناك تأثير بالنسبة لصرف أو نعم تقلبات صرف أسعار العملات على إيراداتكم في البنك؟ Good question. See, سؤال نجي. الأسواق المالية العالمية فيها الكثير من التحديات حاليا نتيجة التغير في ديناميكية العمل نتيجة التيسير الكمي. إذا نظرنا إلى الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا، هم أوقفوا طباعة الأموال وهناك احتمال لرفع معدلات الفائدة ربما في ديسمبر المقبل. نحن نتحوط للمخاطر كلما تمكننا من ذلك، خاصة بالأصول مقاومة بالدولار والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي، إذا نحن نتحوط من خلال السوابس في العملات، كما أننا نعمل دائما على قياس سجلاتنا المحلية بالعملة المحلية وسجلاتنا بالعملات الأجنبية. ثالثا، نحن لدينا واضح بخصوص صافي مركز عملات الأجنبية سواء كان الأمر مرتبطا بالإقراض أو مرتبطا بالاستثمار. نحن نراقب سجلاتنا دائما لنحاول أن نتأكد من أن الأمور على ما يرام بحسب الأوضاع في السوق ونتحوط تجاه ذلك. إذن نحن لدينا ممارسات منهجية في التعامل مع تحركات سعر صرف العملة لضمان أن لا يكون هناك مخاطر في الميزانية، وأيضا نكون لدينا ضبط للتأثير على التكاليف. بالنسبة نحن نولد عملات أجنبية من خلال بيع العملات الأجنبية في فروعنا في الخارج والداخل، وأيضا نحن لدينا عمليات تمويل التجارة. إذن العملة الأجنبية تؤثر على أرباحنا وزخمنا بنسبة 15% من أرباحنا في حساب الأرباح والخسائر. نعم، وأيضا سوف نتحدث عن القروض الاستهلاكية دكتور سترمان، كم تشكل من ضمن محفظة التمويل لديكم بعد هذا الفاصل؟ ابقوا معنا مشاهدينا لنستكمل تفاصيل الأداء بالنسبة لبنك الدوحة ضمن كلام مسؤول. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
إذا ونعود من جديد مع الدكتور رهفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ونعود أيضا لحديث مهم فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، لنرى تطور مثل هذه القروض وخصوصا في الآونة الأخيرة وكم شكلت في من نسبة في محفظة الاقتراض لديكم دكتور سيترمان. هل كان هناك تغيرات أيضا من أيام الأزمة المالية حتى 2015 في هذه القروض الاستهلاكية؟ هذه محفظة مهمة، والقروض الاستهلاكية جزء مهم منها. ففي الدوحة بنك لدينا القروض المقدمة للشركات القطرية من القطاع الخاص وموظفي الحكومة القطريين. بالنسبة للوافدين أيضا لدينا جزء مهم من الحصة السوقية في هذا النوع من القروض. نحن نعمل في 15 بلد لدينا فروع في دبي وأبوظبي والكويت والهند. إذا لدينا محفظة 18% من إجمالي الأصول في المحفظة هي قروض استهلاكية. إذا هذا رقم مهم أو جزء مهم من أصولنا. نحن لدينا ثاني أكبر شبكة في قروض الاستهلاك، قروض السيارات، قروض أو البطاقات الائتمانية. نحن نمنح الخيارات للزبائن، وخاصة إذا نظرنا إلى البنية السكانية. لدينا عدد كبير من الوافدين من الأغنياء الذين نخدمهم، ولدينا أيضا من العمال الفقراء. إذا نخدم كل الفئات، والقروض الاستهلاكية جزء مهم من محفظتنا. ومع أيضا وجود أنظمة جديدة، فالجهات الناظمة هي من يحدد قواعد اللعبة، وهي تحاول فرض الانضباط من حيث حجم الإقراض إلى الأجانب أو المواطنين القطريين. هناك سقف على ذلك، وأيضا هناك سقف على معدل الفائدة. إذن هناك حماية لحقوق المستهلكين، وهذا أمر أساسي. إذا نظرنا إلى الماضي لم يعد لدينا تلك القروض 2%، حاليا النسبة هي 1% على البطاقات الائتمانية. وأيضا هناك ضوابط لحجم القروض ومعدلات فائدة على القروض. إذن في الوقت ذاته إذا لم يتحسن الزخم في السوق، وإذا لم يكن هناك تدفق في الوافدين أو تدفق في أعداد أكبر من القروض إلى الوافدين، نحن لدينا 17 بنكا وهناك منافسة كبيرة في هذا القطاع، وهناك أكثر من 300 فرع تعمل ضمن سكان لا يزيد عددهم على 2,400,000 نسمة. إذن هذا القطاع بالنسبة لنا قطاع إيجابي، ولدينا حصة سوقية جيدة في هذا المجال في قطر. نعم دكتور عفان، بعد القروض ننظر اليوم إلى وضع البنك، الميزان لديكم. نسبة القروض إلى الودائع مرتفعة تصل إلى 110%، القروض لديكم بحدود 54 مليار والودائع 52 مليار. من الذي سيعيد الكفة؟ يعني هل تجازفون بارتفاع القروض مقابل الودائع؟ كلا. It is loan to deposit ratio. نسبة القروض إلى الودائع لا ترتبط فقط بالقروض الاستهلاكية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك صافي اقتراضات، وأيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رأس المال والاحتياطيات، ثلاثة احتياطيات. إذا أخذنا كل هذه العوامل بعين الاعتبار، فإن نسبة الإقراض هي 85-88%، هي ليست أكثر من 100%. الأمر ليس نسبة قروض إلى ودائع بأرقام مطلقة، إنما الأمر مرتبط بالسلف مقدمة إلى الزبائن، مقدمة على ودائع، مقسمة على ودائع الزبائن، إضافة إلى رأس المال، إضافة إلى صافي الاقتراضات التي تشمل الاستثمارات وصافي الاقتراضات. كل هذه العوامل نأخذها بعين الاعتبار، لذلك المصرف المركزي يقيس الأمور بهذه الطريقة. والرقم هو 85-88%، وهو يمتثل بشكل كامل. وبما أن السيولة في السوق شحيحة، فيجب أن نحصل على المزيد من القروض من الأسواق الدولية. نحن بحاجة إلى الاقتراض وبحاجة إلى سحب الودائع، ونقوم بذلك بشكل منتظم.
نعم، بالنسبة لكفاية رأس المال أي الموجودات إلى المخاطر كم تبلغ بحسب آخر بياناتكم المالية، وهل تتوافق مع المركز القطري وكذلك بالنسبة لبازل 3؟ كل تأكيد، ليس شك في ذلك، ليس هناك شك في ذلك. لدينا كفاية رأس مال، لذلك اقترضنا من الشق الأول بمليارين ريال للامتثال لقواعد بازل 3، فنسبة السي اي ار قريبة من 45%، إذا نحن ممتثلون بالكامل أولا. ثانيا لدينا معدل أو نموذج للنمو، ونحن نستعمل الأموال للإقراض والاستثمار ولدينا نسب لنمتثل بها في ذلك. نحن يفترض بنا نسب معينة نلتزم بها، لكن لدينا هوامش أمان بالامتثال ونمتثل أكثر مما هو مطلوب، لكن إذا أقرضنا وإذا ازدادت الاستثمارات فعندئذ أيضا نقترض رأس مال إضافي. لكن للإجابة عن السؤال باختصار، نعم نحن ممتثلون بالكامل بقواعد البنك المركزي وبازل 3. وباعتباركم ايضا دكتور سيترمان انكم يعني هناك ايرادات قويه تاتيكم من خارج الحدود، ما هي اهم الاسواق التي تعولون عليها كثيرا بالنسبه للايرادات؟ كان لديكم ايضا توسعات في الهند، ما هي الخطه؟ يعني هل لكل بلد لديكم خطط محدده؟ بلد كبير مثل الهند على ماذا تركزون فيها؟ هل ستتوسعون في عمليات الاقراض؟ هل ستساهمون في مشاريع تنمويه او في تمويلات للحكومه؟ ما هو شكل عملكم هناك؟ Let me explain to you our international strategies. دعيني أشرح لك استراتيجيتنا العالمية. نحن نريد التركيز على التجارة، نريد أن نكون رقم واحد في تمويل التجارة، لذلك هناك روابط بين قطر مع كوريا الجنوبية واليابان أو لندن أو فرانكفورت أو هونغ كونغ. لدينا محاولة لدعم التجارة مع هذه البلدان. بالنسبة لعملياتنا خارج الحدود، لدينا فرع في دبي وأبو ظبي كفروع خارجية، وفي الكويت أيضا. بالنسبة للهند، النموذج فريد من نوعه، لدينا علاقات تجارية ثنائية بقيمة 140 مليار دولار نريد دعمها وتحصيل منها في دعم التجارة. لدينا 7,500,000 هندي في دول الخليج، ونحن لدينا في 3 مقاطعات هندية. نريد أن ندعم الأفراد والأغنياء والشركات، ولدينا العديد من الشركات الهندية القادمة من الهند إلى المنطقة، ونحاول دعم أعمالها هنا. بالنسبة للوضع الداخلي في الهند، نحن نريد تقديم كل هذه الشركات الشركات الخليجية العاملة في الهند أولا. ثانيا نحن نريد أن ندعم الشركات المحلية التي تعتبر شركات رائدة. فالهند بلد كبير ولدينا 3 فروع هناك، ولدينا خطط للتوسع بحسب موافقة جهات الناظمة وبحسب موافقة مجلس إدارتنا. سوف نوسع عملياتنا. نموذجنا لا يقوم على التنافس مع المصارف الهندية، وإنما استعمال موقعنا في الخليج كبنك قطري وكبنك خليجي للدخول في السوق الهندية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والمصرفية بين هذه البلدان، بين الهند ودول الخليج. هذا هو هدفنا الواسع. دكتور هفان، أنت استمعت كما بقية المشاهدين إلى الكلمة التي ألقاها أمير قطر مؤخرا، وكان قد شدد فيها إلى ضرورة تقنين الإنفاق ووقف الهدر. هل سيؤثر ذلك باعتقادك على طبيعة الطلب على قروض تتعلق إما كانت بسكن أو تتعلق إما بمشاريع تنموية في البلد؟ Well, it's السؤال مرتبط بالانضباط المالي. صاحب السمو حدد خططا واضحة وهامة. رأينا في الخليج الوضع المالي والحساب الجاري للدول، طبعا مع تراجع أسعار النفط العام الماضي دول الخليج كانت تحصل على 1.383 تريليون
تريليون دولار، أما هذه السنة فالرقم بات أقل، وبالتالي هذا الأمر يستدعي خفض النفقات على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشركات وعلى الجميع الترشيد والتقنين. هذه هي الرسالة التي أطلقها من خلال رؤيته، ونحن يجب أن ننفذها كشركة ومؤسسة قطرية، يجب أن نقلل المصاريف. هل هذا الأمر سيؤثر على القطاع المصرفي؟ كلا، بل هذا الأمر سيحسن النظام المصرفي، فهذا الأمر سيقلل عدد قروض المتعثرة وسيحسن جودة الإقراض، وهذا الأمر سيسمح بإعطاء القروض للناس قادمين على خدمة ديونهم. وكل الحكومات في الخليج تلجأ إلى الإجراءات ذاتها، سواء الحكومة السعودية أو الحكومة القطرية، كل دول الخليج تحاول أن ترشد. ورأينا هذا الأمر أيضا على المستوى العالمي، كل حكومة في العالم مع ضعف السيولة وشح الإيرادات يتعين عليها الترشيد، والمؤسسات المالية يجب أن تضمن بأن يكون نموذجها التجاري يتغير، وأن يقوم على ضبط النفقات وأيضا ضمان الحفاظ على الجودة. إذن النظام المصرفي ونماذج العمل فيه يقوم على العمل على المدى البعيد وليس على المدى القصير، وبالتالي يجب أن يكون لدينا حوكمة جيدة، وهذا ما سنمارسه أيضا نحن في بنك الدوحة. إذن شكرا لك السيد الدكتور فان سترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كنت معنا مباشرة من قطر، شكرا لك على سعة صدرك. ومشاهدينا الكرام، هذه نهاية كلام مسؤول لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.